أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نتابع في ملف كورونا، وبعد أشهر من الاستقرار خلف الفيروس المتحور لكورونا حالة الطوارئ في الجزائر، حيث تسبب في موجة ثالثة حذر الخبراء من خطورتها. السلطات من جهتها أمرت برفع عدد نقاط التلقيح عبر البلاد وتوسيعها لتشمل المساجد والمساحات العمومية والتجارية وكذلك أماكن العمل، بالإضافة إلى فرض إلزامية ارتداء الكمامات. الجزائر تواجه موجة ثالثة لكورونا، يقول مختصون إنها الأشرس والأخطر منذ تفشي الوباء في البلاد، حيث تسجل منذ أسابيع ارتفاعا في الإصابات اليومية لم يسلم منها الوزير الأول المعين حديثا أيمن بن عبد الرحمن كثاني مسؤول رفيع يصاب بكورونا بعد الرئيس تبون. المستشفيات في حالة تشبع بالمصابين بنسبة تجاوزت 60% ببعض الولايات، في حين لجأت كبرى المستشفيات إلى تعليق عدة تخصصات طبية وتحويل أسرتها وأطقمها لاستقبال مرضى الوباء. مهني الصحة ران في إرهاق كبير، وهذا الإرهاق زيادة مع سلالة متحورة هذا كان منتظر، لأنه كان في عزوف تقريب تام للإجراءات الوقائية من طرف المواطنين أمام حملة اللي ما زال بطيئة بالنسبة للتلقيح. الرئاسة الجزائرية أعلنت إعادة تفعيل التدابير الوقائية بصرامة مع التسريع في وتيرة التلقيح، حيث لجأت وزارة الصحة إلى المساجد والفضاءات العامة لتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح. عوض أن المواطن يجي نحو الوحدات الصحية، احنا اللي حبطنا للشارع، حبطنا بالقرب من المواطن حتى نضمن نجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا. نحو 2 مليون شخص تلقوا التطعيم منذ بدء الحملة مطلع العام الجاري، فيما ينتظر استلام البلاد 4 ملايين جرعة خلال الأسابيع القادمة لتغطية الطلب المتزايد على اللقاح مع تأزم الوضع الوبائي. نورمال مو الشعب الجزائري كله يروح يلقح باش يتفادى هذا ولو بالقليل يتفادى هذا العدوى الانتشار هذا الوباء هذا. احنا ماذا بينا يوسعوا اللقاح لفارماسي هكذا باش قاعد الناس تلقح. ورغم تطمينات مسؤولي الصحة بأن الوضع تحت السيطرة، غير أن سرعة تفشي سلالة دلتا في البلاد خلفت مخاوف لديهم مما هو آت، خصوصا مع ارتفاع أعداد الوفيات ومرضى الإنعاش من يوم لآخر. الموجة الثالثة لكورونا أدخلت المستشفيات في حالة طوارئ وسط تحذيرات من الفيروس المتحور الأكثر انتشارا وفتكا، فيما تكثف السلطات من حملات التوعية لكسر العزوف عن التلقيح باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة الوباء. عبد القادر خربوش، العربية، الجزائر.